تغير المناخ العالمي يعد طبيعياً بفعل نشاط الشمس أو الانفجارات البركانية، ولكن منذ القرن التاسع عشر كانت الأنشطة البشرية والثورة الصناعية هي المحرك الرئيسي لتقلبات المناخ نتيجة حرق الوقود الأحفوري الذي ينتج عنه انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى حبس حرارة الشمس ورفع درجات الحرارة، فتعرض الأرض للجفاف جراء انخفاض منسوب الأنهار والجداول وتدمير الأنواع البيئية. ويعد العراق في مقدمة البلدان المعرضة لتأثيرات المناخ والتصحر وسط أزمة متعلقة بحصته المائية من رافديها، والذي يحتاج لوقفة جادة وكلمة مسموعة بالتزامن مع مؤتمر المناخ في دبي في أكبر تجمع سنوي حول العمل المناخي. يحتاج إلى تكامل عالمي في سبيل تجاوز هذه المحنة اللي تهدد الكون بصورة عامة أو خاصة. اليوم نعرف كل احنا بدرجة حرارة الأرض بدأت ترتفع، وأيضا المساحات الصالحة للزراعة بدأت تتقلص بشكل كبير. العراق هناك جوانب كثيرة، منها جوانب خارجية وجوانب داخلية، قطع المياه وعدم التواصل مع دول المشاركة المائية إلى أن يكون هناك تقاسم الضرر في الشحاء وإطلاق حصص العراق المائية أثرت عليه تأثير سلبي جدا. لاحظوا بدأت عندنا هناك فقدان كبير للمساحات الخضراء، هناك تراجع في المساحات الزراعية. تتسبب تداعيات المناخ عالمياً في الحرائق الشديدة وارتفاع مستويات سطح البحر وذوبان الجليد القطبي التي تؤدي للفيضانات والعواصف المدمرة، والتي ينتج عنها وفق خبراء اختفاء دول وظهور أخرى، فضلاً عن تدهور التنوع البيولوجي الذي يغذي معظم سكان العالم، مما ينذر بكارثة بيئية خطيرة تسبب بها الإنسان على مدار عقود من العصر الصناعي وتنعكس عليه سلباً إن لم يجد حلاً بديلاً واستبدل استخداماته من مصادر الطاقة الأحفورية بموارد الطاقة النظيفة كالشمس والماء والرياح، والتي تعود منافعها على البلدان من جوانب اقتصادية. نحتاج إلى أنه جهد كبير من الحكومة، أو حتى يعني من خلال المؤتمر المناخي اللي يقام في دبي، للضغط على دول المنبع بهذا الجانب. لأنه أنت إذا الآن إذا حصل العراق على حصة مائية عادلة، من الممكن أن ينشط الاقتصاد الزراعي، القطاع الزراعي عفوا، ثم هذا القطاع راح بالتالي راح وين ينعكس؟ ينعكس إيجابا على القطاع الصناعي وعلى قطاع الصناعات التحويلية. بالعودة إلى تقارير الأمم المتحدة، يتطلب العمل المناخي استثمارات مالية كبيرة من قبل الحكومات والشركات، لكن التقاعس عن العمل المناخي هو أكثر تكلفة بكثير، إذ تتمثل إحدى الخطوات الحاسمة في أن تفي البلدان الصناعية بالتزامها بتقديم 100 مليار دولار سنوياً إلى البلدان النامية لأجل التمكن من التكيف والتحرك نحو اقتصادات أكثر اضطراراً ومناخاً صالحاً للعيش. لبرنامج حديث بغداد، ماس القيسي، MBC العراق.